صلة بين العبد وربه، فيها راحة وطمأنينة للإنسان، من خلالها تنتظم الحياة وتستقر النفوس. عشرين ولد شكله متزوج أرنب. أسد 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 أنت عارف الأسد هذا كم قيمته؟ قيمته 1000 ريال. 1000 ريال؟ أيوة 1000 يا أبويا. في بثوث ينزل فيها الدعم فوق 100 ألف. طيب الفلوس هذه تروح لمين؟ تقريبا 30% تروح لصاحب الحساب. تدري كم يطلع في الشهر؟ من 70 إلى 80 ألف ريال. وين دنو؟ اللي سمع عن دنو يا أخي اشتوكم يا أخي، والله قروشة كل بذكت بين دنو. أمي دخلت، اللي عنده جد يرحم أمكم، لا تكتبون شيء. دام الجدول كذا يا إخوان، نبي نتنكس ونبي نروق ونبغى لنا قستات ندخل السكور بذنيها. بسم الله خلينا نشوف النقست. يا عيال سلطان ذا عرفه. أنت تعرفه؟ كاذب، هذا مشهور. وإذا مشهور يعني ما يتعرف على أحد؟ بعدين انا اعرفه من زمان. طيب وشلون تعرفه ومن متى اصلا؟ دارس معي بثالث ورابع مدرسه ابي فراس الحمداني. حتى اسال اسال قل له تعرف عامر؟ قل له عامر علي. ان شاء الله انكم بخير يا رب. ارحبي ارحبي منوره منوره يا نوره. لو يعرفك قالك هلا بخويي عامر. قوم يا واد، انت تعرف مشاهير؟ والله انك صادق يا شكوش. والله خويي يا عيال. ايه مصدقينك مصدقينك، لا تصيح، خلنا نتابع بث. بس اقول جو التسليك ذا ما يمشي معي. انا اوريكم اذا ما اثبت لكم ان خويي ما اكون عامل. اعطوه جو يا عيال. اذا اعطينا جوه بكره اقول ميسي صديقي. تعال يا الحبيب نبي سناب رونالدو. انا شفت واحده وشفت الثانيه بس شفت كمنا. انا قلبي ده دو ده دو ده دو ده. هلا والله ربي جابك يا اخوي. تراكم اشغلتوا امي، كل شوي اريد ارتبط اريد ارتبط. يا اخي ربطوك بجدار انت وياه، جاي ترتبط في بثي. بثي كله مشاكل، انا جوي جو تستس، جوي جو المشاكل. تعال هنا انبسط بالمشاكل. اها فهد، الله يعز ارضك يا فهد. يا مال العافيه تكفون يا الربع. والله يا فهد اني كل ما افتح بث ما يفوزني ولا يقفل ملفات الا فهد. يا مال العز تكفون، ضيفوا فهد تكفون. الحين ما معي الا 100 ريال، أشحل لك صديق الطفولة ولا أفلل فيها الموتر؟ تبون ندخل قسط يا إخوان؟ خل نجيب لنا قسط نقفل ملفه ونمشي. يبغانا كذا قسط مهايطي شايف نفسه. سلامات، وذا اللي قاعد يشحل لك من اليوم ويرسل لك ورود أبوك التطنيش. وصلت يا اخوان ساره، الله يعز ارضك، منوره منوره المحزم، والله منوره. هذه ساره يا اخوان تكفون ضيفوها، اللي ما يضيف ساره يشيل اضافه مني. ساره المحزم حقي، الله يعز ارضك يا ساره. تعالي قس، تعالي قس داخلي. هذه الناس اللي تستاهل قس داخلي ولا بلاش. تعالي تعالي. ام عاد اربع سود كم ذي؟ اوف اوف اوف، حول 5000. من وين اجيب لذا؟